ازيك يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ مالك يا حبيبي؟ قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين يا سهام يا ابن بطني. ما هتسيب امك تتهان من اللي يسوى واللي ما يسواش وما تجيب لهاش حقها؟ خلاص بقى، اهدي يا سوسو بقى، مش اول ولا اخر اهانه، لسه اللي جاي كتير. فيه يا ماما؟ ده بدل ما تقولي لي الحمد لله على السلامه، كفاره يا معلم، انا محدش حاسس بيا في الدنيا دي ليه؟ الحمد لله على السلامة يا معلم. شوف اسمع بقى لما اقولك، انت لسانك ما يخاطبش لساني لحد ما ترمي عليها يمين الطلاق وتاخد العيال وتاخد كل حاجة وتجيب لنا حقنا من المفترية بنت المفترية دي. ايه ده ايه ده؟ ايه يا ماما؟ الطلاق مش بالبساطة دي، ما تخليهوش ياخد قرار غلط. نعم، امال احنا نتهان بالبساطة دي ونطرد من بيته بالبساطة دي؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دخوة؟ انا مش هقدر اطلق ليلي يا ماما. ليه يا اخوي؟ مش قادر على بعدها؟ صح يا مامي، هو فعلا بيحب ليلي، وبين لو مش عشان ليلي عشان البنات. لا، مش هو ده السبب. امال ايه السبب؟ انا كتبت لها شقه المريوطيه باسمها. يا لهوي يا لهوي يا خبتك في ابنك يا سلوى، كتبت لها شقه يا ابن الحمله؟ استهدي بالله بس يا ماما، كل حاجه وليها حل ولا ايه؟ وعلى كنت كتبت لها شقه العجم اللي بنصيف فيها كل صيف دي. الله اكبر عليك يا بابا، ذاكره حديديه دلوقتي. ما تقلقش، ابنك مش عبيد، العربيه بتاعتي بس هي اللي باسمها. يا اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ طب انا من رايي بقى انك تدخل ترتاح شويه وبكره نتكلم في الموضوع ده. الله في سماه، ما هيعيش معانا تحت سقف بيت واحد غير لما تجيب لنا حقنا من العقربه دي. خلاص يا ماما، انا هسيب لكم البيت واطفش عشان ترتاحوا. ايه يا ماما ده؟ على فكره هو اللي ضاربها. مالكيش دعوه، مالكيش دعوه انت. اكتر شوفي تليفونك اللي عمال يصوت ده، جاتكم القرف كلكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه في ايه؟ في شقه العجمي. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.